السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل الوحدة 11، الجزء الخاص بالكلمات من كتاب جاينتس العمالقة. طبعا هنقول ترجمة كل كلمة، وهنعلم على الكلمة اللي احنا اخترناها، وهنعرف اخترناها ليه. اول سؤال بيقول لي he began to lose his not 6 years ago. في عندي كلمة سايت موقع، رقم A سايت موقع، رقم B سايت نظر، وهذه الإجابة الصحيحة. رقم C سيك، معناها يبحث أو بحث أو طلبة. رقم D صوت، معناها بحث، ودي الماضي من سيك، الماضي من كلمة سيك. يبقى الإجابة عندي كلمة سايت رقم بي. أنا أعلم على سايت رقم بي. رقم 2 if it hadn't been for his honesty. الجملة دي معناها ايه؟ if it hadn't been for his honesty معناها لولا امانته، لولا امانته he would have made نقط، وعايز يقول لولا امانته كان سيجني ثروة. كلمة ثروة يعني a fortune، a fortune يعني ثروة. ليه رقم دي؟ والاجابة بتاعتي رقم دي. بقية الكلمات، رقم A fortunately لحسن الحظ، رقم B unfortunately لسوء الحظ، ورقم C fortune معناها حظ. طيب رقم 3 بيقول لي lifelong learning means، lifelong learning means التعلم طول الحياة يعني ايه؟ learning should be، التعليم يجب ان يكون ايه؟ يجب ان يكون ايه؟ الكلمات عندي short term فترة قصيرة، temporary مؤقت، permanent دائم، وprimary ابتدائي. يبقى الاجابة بتاعتي هتبقى permanent دائم، يجب ان يكون دائم، permanent رقم C. رقم 4 there are lots of reasons، يوجد كثير من الأسباب for this issue لهذه القضية أو لهذا الموضوع. كلمة issue معناها قضية أو موضوع. طيب which may be deeply not in our، اللي هتكون ايه؟ in our past في الماضي. طيب يكون لها جذور عميقة في الماضي، يبقى الإجابة بتاعتي rooted رقم C. بقية الكلمات branched زفرة، fruited مثمر، وباركد معناها قشر اللحاء أو قشر اللحاء أو ينبح للكلب. رقم 5 police are looking for a man، البوليس بيبحث عن الرجل not between اللي عمره من 30 ل 35 سنة، عايز يقول اللي عمره بقى امان. نقط الاجابة بتاعتي هتبقى aged، aged. طب ليه aged؟ اقول لك ليه aged. هو معنى الجملة بيقول لي ان البوليس بيبحث عن الرجل الذي يكون عمره من 30 ل 35. احنا هنا حذفنا كلمة ضمير الوصل هو الذي، وبعدين حذفنا فيرب تو بي، وفضل التصريف الثالث، فضل التصريف الثالث اللي هو ايش. ليه؟ علشان يبقى في الجملة فعل واحد بس، علشان يبقى في الجملة فعل واحد بس. يبقى احنا الإجابة بتاعتنا رقم بي. رقم 6 داد ريتايرد، ريتايرد يعني طلع على المعاش، الأب طلع على المعاش. اد ذا نقط اوف 60، 60 عايز يقول في سن الستين.
طيب ذا ونقط وقف بيجي بينهم اسم، بين ذا وقف بيجي اسم، يبقى عايز اقول ذا ايج، يبقى الاجابه بتاعتي رقم ايه. وطبعا احنا بنعلم على الكلمه اللي احنا اخترناها علشان في ناس كتير بتقول انت ما مش شايفين وعايزينك تعلم على الكلمه، فده بنقول على طلبكم. يعني رقم 7 he hated being in the army، هو بيكره ان هو موجود في الجيش. نقط he had to obey commands، لان هو يجب عليه ان يطيع الاوامر. يبقى انا عايز كلمة لان في كلمة because لان، وفي كلمة because of بسبب، احنا عايزين لان، يبقى because رقم b. كلمة despite معناها بالرغم من، و because of معناها بسبب، و but يعني لكن. 8 بيقول لي classes have been cancelled، الحصص تم الغائها today اليوم، ليه بقى؟ بسبب ايه؟ بسبب staff meeting، يبقى because of. كلمة because of بيجي بعدها اسم السبب، بعد اجابة رقم c because of. رقم 9 healthy lifestyle، اسلوب الحياة الصحي. نقط being when you are young، نقط begin when you are young، عايز يقول ان اسلوب الحياة الصحي وعادات بتبدأ معاك وانت صغير. كلمة عادات يعني habits. رقم c habits، يبقى الإجابة بتاعت رقم C habits. طيب بقية الكلمات customary عادي، و customs عادات بس مش عادات شخصية، customs عادات مجتمع، و rotate معناها الروتين الوظيفي، روتين الوظيفي، يبقى الإجابة بتاعت رقم C. رقم 10 بتقول لي is it not to tip hairdressers in this country. is it not to. طيب دي بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها يا اما اسم، يا اما يجي بعدها صفة، اسم او صفة. فين الصفة؟ اللي هي كاستومري رقم سي، يعني من المعتاد، هل كان من المعتاد. طيب يبقى كاستومري دي الصفة. طب لو هجيب اسم لازم اجيب قبل، لو اسمه مفرد يبقى اجيب قبل منه يبقى كاستوم عادة. هل دي كانت عادة؟ يبقى كاستوم او كاستومري، يبقى الاجابة بتاعتي بي و سي اللي هي رقم دي، اللي هي رقم دي. طيب رقم 11 ذا بارك الحديقة، ووز not of peace. The park was not of peace. طيب was not of، طب احنا عايزين هنا اسم. طيب والاسم ده ايه؟ يبقى an oasis. oasis اللي هي الواحة، واحة السلام، يبقى هو عايز يقول ان الحديقة دي واحد السلام، يبقى ان اويزس رقم دي. طيب لان ووز، طب ليه خدته ان اويزس؟ لان ووز عايزة صفة بعدها او اسم، والاسم هنا مفرد يبقى عايزه قبله منه ايه او ان، وهنا هناخد الاسم اللي قبله منه ان علشان حرف الاو حرف متحرك. طيب رقم 12 ايه او ان نقط is all the people، هو كل الناس who live in the same area، بيعيشوا في نفس المنطقة او المدينة الى اخره، اي تي سي يعني الى اخره. دول مين؟ دول طبعا المجتمع community. رقم سي انتليجنس الذكاء، وبارتي حفلة او حزب، وليف ستوك معناها مواشي او اغنام. رقم 13 اترو فريند، الصديق الحقيقي
is hard to find، من الصعب ان انت تجده. don't not touch with your good friends، عايز يقول ما تقطعش العلاقات ما بينك وما بين الاصدقاء الكويسين. يبقى don't ايه؟ don't lose، لا تفقد. يبقى رقم ايه هي المصطلح على بعضها كده؟ keep touch with او don't lose touch with. رقم 14 بيقول لي Lewis is virtual. كلمة virtual معناها فعليا. فعليا ايه؟ not in Dutch and German. طيب فعليا هو ثنائي اللغة بالداتش وبالجيرمان، يبقى عايز ثنائي اللغة يبقى بلينجوال. بلينجوال يعني ثنائي اللغة او بيتكلم لغتين. يبقى رقم بي مالتي لينجوال معناها متعدد اللغات، واحنا هنا عندنا لغتين بس داتش وجيرمان، يبقى كده لغتين بس. كلمة لانجوج صفة وكالتشرال ثقافي، يبقى الإجابة رقم بي. خمستاشر بتقول لي ايه؟ 15 تقول لي physical exercise التدريب البدني can protect you against heart نقط. طبعا heart disease وامراض القلب، يحميك من امراض القلب. يبقى heart disease يعني عايز كلمة disease، يبقى رقم سي الاجابة الصحيحة. طيب patient معناها مريض، وسك مريض، وقل مريض. نيجي الرقم 16 بوكس بروفايد بيبل، الكتب بتزود الناس. نقط اني كايند اوف انفورميشن، معلومات زي وونت. يبقى بروفايد تاخد حرف الجر ايه؟ تزود الناس بي. عايزين تاخد حرف الجر ايه؟ هتاخد حرف الجر ويز، يبقى بروفايد ويز. يبقى رقم ايه؟ يبقى بروفايد بتاخد حرف الجر وز. انت عندك بروفايد اهي واخد حرف وز اهي. سام كومبانيز بعض الشركات، خلي بالك ان بروفايد بتاخد وز وبتاخد فور. بروفايد بتاخد وز وبتاخد فور. فور لما يكون جايب عليها شخص، وز لما يكون جايب عليها الشيء اللي انت هتمد بيه. سام كومبانيز نقاط كورسز، احنا هنا جايبين الشيء بقى اهو. some companies not courses for their workers، يبقى احنا كده جايبين الاشخاص اهي وجايبين كلمة for، ادي for اهي وادي الشخص اهو اللي هو workers، يبقى انا عايز كلمة provide رقم ايه. طبعا كلمة بيف يعني يمهد، وبيفمنت اللي رصيف، وبروف يثبت او يبرهن، وبي يدفع. رقم 18 not is synonym to very serious، معناها معنى كلمة serious خطير، يبقى كلمة طبعا كلمة dangerous رقم بي. danger الخطر، و endanger معرض للخطر، و endanger برضو معرض للخطر. endanger في خطر و endanger معرض للخطر. 19 not species of animals should be protected، انواع الحيوانات يجب ان يتم حمايتها over the world في كل انحاء العالم. يبقى طبعا الحيوانات المنقرضة، يبقى endangered، يبقى احنا هنا نختار كلمة endangered رقم بي. واحد وعشرين بيقول لي many of these teachers، كثير من هذه المدرسين وهؤلاء المدرسين are struggling to not financially. طيب كلمة struggling يعني يناضل من اجل، يناضل من اجل. طيب to عايزة مصدر، يبقى احنا عايزين الفعل في المصدر، يبقى survive يبقى على قيد الحياة. يبقى رقم ايه؟
سيرفيف دي معناها ايه؟ سيرفيف دي معناها نجا. سيرفيف دي ده الماضي، سيرفيف دي نجا، وسيرفيفر سيرفيفر الناجي، وسيرفيفال البقاء على قيد الحياة، ده الاسم. رقم 22 ذا ايمرجنسي سيرفيس، خدمة الطوارئ. سيرشد اول ذا نايت فور، فتشت طول الليل. فور كراش ايه؟ عايز يقول الناجين، عايز يقول بحثت عن الناجين، يبقى سيرفيفرز. رقم سي الناجين، الناجين من تحت الانقاض، يبقى رقم سي. 23 continued trade، التجارة المستمرة. in these products، في هذه المنتجات. is a threat، هي تهديد. to the A of the species، هي تهديد لإيه؟ لبقاء الأنواع، بقاء الأنواع، يبقى البقاء اللي هو survival، يبقى رقم دي. 24 she was the last، هي كانت آخر إيه؟ member. طيب member ده اسم، وأنا عايز الصفة اللي هتيجي قبل منه، يبقى سيرفيفنج، بس الصفة بتاعته سيرفيفنج. رقم بي 25 بيقول لي ذا اولد مان، الرجل العجوز. نوت اول هيز تشيلدرن، المصطلح ده معناه ايه؟ الرجل العجوز نجا من كل اولاده، نجا من كل اولاده. طيب نجا من كل اولاده، he lived longer than them، هو عاش اكتر منهم، نجا من كل اولاده، يبقى ذا اولد مان سيرفيفد، يبقى رقم بي. جه يقول لي بعد كده براود اوف وبراود تو وتيك برايت ان، نشوف الكلام ده بيقول ايه. رقم 26 all Egyptians، كل المصريين. ار فيري براود، كلمة براود عندك اهي، يتاخد يا اما اوف يا اما تو، تو لو جاي بعدها فعل، اوف لو جاي بعدها اسم. قال لك this massive engineering project، هذا المشروع الهندسي الضخم، يبقى اوف، يبقى هو هنا عايز اوف. رقم سي 27 the company is justly proud not its achievement، انجازاتها. برضو its achievements ده اسم، يبقى هو عايز براود بعدها اوف. رقم سي 28 he wrote his medals with نقط. طيب with ايه؟ عايز يقول with الاسم، بعد with ده عايز الاسم، يبقى برايد الفخر، ورقم بي. براود دي الصفة، فخور، وبرود يعني واسع او عريض، وبورد معناها لوحة. 29 it is not in America to eat turkey on Thanksgiving day. Thanksgiving day ده معناها عيد الشكر. طيب و it is دي انا عايزه بعدها يا اما اسم يا اما صفة، verb to be عايز بعده منه يا اما اسم يا اما صفة. طيب الاسم فين؟ اللي هو a tradition، لان كلمة tradition ده اسم يعد، وجاي از، يبقى انا عايز اسمي يعد مفرد، يبقى ايه تراديشن، يبقى رقم ايه معايا، وكلمة تراديشنال صفة، يبقى رقم ايه وسي معايا، يبقى الاجابة رقم دي اللي هي ايه وسي. انت عندك از اهي، يبقى ينفع رقم ايه تراديشن، وينفع رقم سي تراديشنال. ايه تراديشن، ايه اتراديشن دي الاس، وتراديشنال يعني الصفة، رقم سي. رقم 30 according to، طبقا لايه؟ ذا برايد وور ريد دريس، العروسه بترتدي فستان احمر، طبعا طبقا للتقليد according to tradition على طول.
يبقى طبقا للتقليد يبقى تراديشن رقم ايه بس. 31 نقط بويمز القصائد يوجوالي هاف 3 اور مور فيرسز فيها تلات اجزاء شعريه او تلات ابيات شعريه مقاطع شعريه. وعايز يقول تقليديا، تقليديا يبقى عندي كلمه ان تراديشن تنفع، ان تراديشن تنفع، وكلمه تراديشنال تراديشنالي تقليديا. عايز الحال بيبدأ بالحال، يبقى يا اما ان تراديشن ان والصفه، يا اما كلمه تراديشنالي حال، هو كده بيبدأ بالحال. يبقى رقم A و B صح، يعني الإجابة رقم D اللي هي A و B. 32 هاوس ويرك هاز نوت بين ريجاردد از وومنز ويرك. هاوس ويرك هاز بين ريجاردد از، ريجاردد بتاخد طبعا از ورا منها وومنز وير، يعني هو عايز يقول ايه؟ يعني عايز يجيب الحال اللي بيوصف بيه كلمة ريجاردد دون الفعل، عايز الحال اللي هيتوصف بيه، يبقى تراديشنالي، يبقى الحال تراديشنالي رقم سي، لأن هو هنا عايز حال. 33 بيقول لي ميني نقط تيتشرز still think ما زالوا يفكروا او يعتقدوا of computers as useless toys، ان هي العاب لا فائدة منها، كمبيوترات العاب لا فائدة منها. طيب يبقى عايز يقول المدرسين التقليديين، عندي كلمة teachers ده اسم، يبقى انا عايز الصفة traditional رقم بي، يبقى الاجابة رقم بي traditional. 34 يقول لي it is highly recommended to نقط young children، من المرشح بطريقة عالية جدا ان انت ايه young children، ان انت تربي الاطفال to learn ان هم يتعلموا more than one language، ان هم يتعلموا اكتر من لغة. ليه يا سيدي؟ this is very helpful، ده مساعد جدا. يبقى هو عايز كلمة يربي، يربي يبقى هي كلمة raise، كلمة ريز رقم بي. ريز معناها يربي او ارتفاع او يرفع. طيب امال ارايز اللي في رقم ايه معناها ينشأ، ورايز اللي في رقم سي معناها يرتفع او شروق، وريسك معناها خطر. طيب 35 لارج سيتيز المدن الكبيرة ار يوجوالي عادة ايه از ميني ديفرنت ناشوناليتيز، لان في different nationalities lived together بيعيش، يعني جنسيات مختلفة بتعيش مع بعض، يبقى طبعا multicultural متعدد الثقافات، يبقى رقم A متعدد الثقافات. طيب bilingual ثنائي اللغة ومذر تانج اللغة الام وليميتد محدد. 39 36 يقول لي English is one of the most، الإنجليزي هو أحد إيه not language in the world. طيب so it is important، طيب لذلك هو مهم، important to learn، المهم إن هو يتعلم to speak it، إن هو يتعلم إن إحنا نتكلم بيه. طيب language دي اسم، عندك كلمة language اسم أهي، يبقى انت عايز قبل الاسم ده صفة، الصفة طبعا هتبقى مكونة من كلمتين، يبقى widely spoken، يبقى widely spoken. يبقى رقم A widely spoken رقم A. 37
بيقول لي we can learn a lot from، احنا نقدر نتعلم كتير من our A، and we should study our family tree more. نتعلم من مين؟ او يجب ان احنا ندرس شجرة العائلة اكتر. طب انا هتعلم من مين؟ هتعلم من ancestors. ancestors اللي هم الاجداد. رقم سي identities، دي معناها الهويات، ورود جذور، وبرايد فخر. 38 students know much more about the past، التلاميذ بتعرف كتير عن الماضي. do نقعد زي انترنت، عايز يقول بسبب الانترنت. طب do بتاخد حرف الجر ايه؟ كلمة do بتاخد حرف الجر to، do to معناها بسبب، يبقى رقم ايه الاجابة الصحيحة. 39 بيقول لي he wrote his doctoral نقط of on contemporary French literature، الادب الفرنسي المعاصر. يبقى هو كتب ايه؟ كتب أطروحة أو فرضية أو رسالة جماعية، يبقى سيزس. سيزس أطروحة أو رسالة جماعية، يبقى رقم بي. فيلر معناها الفشل، ولينجويستيك معناها لغوي، ودس الموت. 40 I am particularly، أنا خاصة interested in، أهتم بإن the development of young children، تنمية أو تطوير الشباب أو الأطفال الشباب. يبقى انا انزا ايه ديفلوبمنت. ديفلوبمنت طبعا دي عندك كلمة ديفلوبمنت دي اسم. طيب الاسم عايزة صفة قبلها، يبقى الصفة لينجويستيك لغوي، يبقى رقم ايه هي الاجابة الصحيحة. يبقى هو انا اهتم خاصة بتنمية اللغوية للاطفال. بسيمستيك معناها تشاؤمي، وفورمالي معناها رسميا، وفيسلي معناها من الواضح. 41 ذا بروبورشن، كلمة بروبورشن معناها نسبة أو تناسب، نسبة أو تناسب. of the population نسبة السكان، still speaking ذا نقط is very small، is very small، يعني عايز يقول ان نسبة السكان ما زالت تتكلم اللهجة، اللي ما زالت تتكلم اللهجة يبقى صغيرة جدا. طيب دي ايه؟ دايلكتيكال. رقم سي ازاي دايلكتيكال، يبقى رقم سي. اثنين واربعين my not of his abilities was wrong، عايز يقول هنا ايه بقى؟ عايز يقول ان تقديري لقدراته كان خطأ، تقديري لقدراته. طب كلمة تقدير معناها estimate، تقدير estimate رقم سي. امال estimator معناها مسمن او اداة تقدير. ورقم بي مكتوب فيها كلمة اكسبيتريت معناها منفي او مقترب، اكسبيتريت معناها منفي او مقترب، وبرين مخ. رقم 43 1998 سنة 1998 this not had risen to 14 مليون، ارتفع ل 14 مليون. او عايز يقول الرقم بحلول سنة 1998 الرقم ارتفع ل 14 مليون. طبعا كلمة الرقم معناها فيجر معناها شكل او رقم، برقم سي الاجابة الصحيحة. كلمة نيبور جار اللي في رقم دي.
44 seeing other families رؤية العائلات الأخرى together معا made him terribly يجعلهم إيه terribly homesick يشعروا بالحنين يجعلهم يشعروا بالحنين homesick ده الفعل homesick يشعر بالحنين برقم إيه homesickness ده الاسم شعور بالحنين widely spoken تتكلم على نطاق واسع ومذر تانج اللغة الأم 45 nothing is more not than independence and freedom عايز يقول ما فيش حاجة أثمن من الاستقلال والحرية كلمة independence الاستقلال وفريدم الحرية يبقى هو عايز يقول أثمن كلمة precious ثمين رقم إيه الإجابة الصحيحة temporarily مؤقتا وبشكل مؤقت وبلينجوال ثنائي اللغة 46 هي از فيرشوالي برضو فيرشوالي قلناها معناها بشكل كامل ان فيرشوالي معناها بشكل كامل نقط ان سبانيش اند بورتجيز اللغة الاسبانية واللغة البرتغالية يبقى هو ده ثنائي اللغة يبقى بلينجوال يبقى رقم سي سبعة واربعين I want to spend the rest of my life انا عايز اقضي بقية حياتي to not the beauty of nature ان انا احضن جمال الطبيعة اعانق جمال الطبيعة كلمة يحضن او يعانق يبقى معناها embrace يحضن او يعانق يبقى رقم بي ده مش يحطم وزبويل يتلف او يحطم برضو او يفسد ودرينك يشرب 48 12,000 years ago 12,000 سنة مرت our not lived in caves مين بقى عاش في الكهوف طبعا أجدادنا يبقى ancestors يبقى رقم بي ancient معناها قديم وبيرنت آباء وجراند تشيلدرن الأحفاد رقم 49 many people كتير من الناس who work as the European Parliament اللي عايشين في اللي بيعملوا في البرلمان الأوروبي are not هم ايه الناس اللي بيعملوا في البرلمان الأوروبي طبعا multi lingual متعدد اللغات الناس دي متعددة اللغات رقم بي mother tongue اللغة الأم وايدلي سبوكن على تقوى لغة تتكلم على تقوى واسع اوبن اير اللي هو الطلق 50 ذا ويل نون رايتر الكاتب المعروف از نوت انف تو ادميت ذات نوت اول هيز نوفل ار فيرست ريت طيب وعايز يقول ان الكاتب المعروف كان متفتح بطريقة كافية ليعترف ان الرواية بتاعته ما هيش المعدل الاول يبقى عايز يقول متفتح او منفتح يبقى open minded يبقى رقم ايه الاجابة الصحيحة يبقى ايه الاجابة الصحيحة open minded يعني متفتح طيب. expatriate معناها مغترب او منفي mother tongue يعني اللغة الام رقم 51 if you learn a second language لو انت تعلمت لغة تانية it said that you still think and count in your not انت برضو ما زلت تفكر وتعد بالايه باللغة الام mother tongue يبقى رقم بي الاجابة الصحيحة طيب
قلنا اكسباتريت ديت معناها مغترب او منفي، مالتي كالتشرال متعدد الثقافات، فلونسي طلاقة. 52 the children are taught to respect different، الاطفال تم تعليمهم ان هم يحترموا different ايه different cultures الثقافات المختلفة cultures. رقم بي الإجابة الصحيحة. طبعا عندي تومبس مقابر وكالتشرد مثقف وشوب ستيكس العصيان اللي بياكلوا فيها في الوجبات الصينية. تلاتة وخمسين could you not to the point please، ده مصطلح على بعضه could you stick to the point، could you stick to the point يعني بيقول له التزم بالنقطة من فضلك او خليك في الموضوع من فضلك. ورقم سي stick. طبعا stuck ملتصق ملتصق، انما احنا عايزين stick، كود يو ستيك عايزين الفعل، ستك دي التصريف التالت، كود بيجي مع المصدر ستيك. اربعة وخمسين زمانز نقط was being kept secret while he was helping police with their inquiries، هوية الرجل كانت في سرية اثناء ما هو كان بيساعد البوليس في الاستفسارات بتاعته. كلمة انكويرز يعني الاستفسارات. طيب يبقى هو عايز كلمة هوية identity، identity هوية، كلمة identity هوية. رقم بي مال كلمة identity اللي في رقم سي معناها تحديد الهوية، كلمة ايدنتيك اللي في رقم سي معناها تحديد الهوية. ومالتي كالتشرال متعدد الثقافات وهم سك الحنين للوطن. خمسة وخمسين شيز فلانت ان بوليش يعني هي طليقة في اللغة البولندية. كلمة فلانت اللي هي طليق دي معناها ايه؟ سينونيم ايه؟ تدي معنى ايه يعني؟ يبقى ويل سبوكن، ويل سبوكن تتحدث كويس، يبقى هي ويل سبوكن. يبقى رقم سي. ستة وخمسين is like a ship هي مثل السفينة، everyone ought to be prepared كل شخص يجب ان يعد نفسه to take the helm، to take the helm يعد شخصه. كلمة to take the helm معناها مستعد لتولي القيادة، مستعد لتولي القيادة. يبقى ده ايه؟ ده المجتمع، ده المجتمع community. رقم دي relative اقارب او علاقة او ذو علاقة، وfunction وظيفة، وdiary مفكرة او مذكرة. 57 نقط is the first language اللغة الاولى you learn as a baby تعلمها وانت طفل، دي mother tongue اللغة الام. رقم ايه؟ كلمة mother in law اللي موجودة في رقم دي معناها زوجة الاب، معناها زوجة الاب. 58 to not mean to help a child grow up ان انت تساعد طفل ان هو ينمو، ده معنى ايه؟ تساعد طفل ان هو ينمو ده معناها ريز، ريز اللي في رقم ايه يعني يربي، ريز برقم ايه. تسعة وخمسين the word not means including تاني including people with many different customs اشتمل على كثير من الناس اللي عاداتهم مختلفة and beliefs ومعتقدات مختلفة. يبقى ده ايه؟ دي multi cultural اللي برقم C، multi cultural متعدد الثقافات.
رقم 60. نرجع بقى لرقم 58 كده، فيها كلمة أروز معناها هيج أو أثار، هيج أو أثار. رقم دي ريزبي، ريزبي معناها وصفة، ريزبي معناها وصفة. ننزل لرقم 60، It is necessary not to keep your children in not، من ليس من الضروري أن تضع أطفالك في إن إيه، إن أيسوليشن، في عزلة. يبقى رقم سي أيسوليشن عزلة، أيسوليت يعزل، وأيسوليتد معزول، وأيسوليتنج عازل. يبقى إن أيسوليشن في عزلة، عايزين الاسم. 61، There are not differences between people in Upper Egypt and those in Delta. عايز يقول يوجد اختلافات كتيرة بين الناس اللي عايشة في الصعيد والناس اللي عايشة في الدلتا. اختلافات ثقافية. differences دي الاسم، عايز كلمة، عايز الصفة بتاعتها، يبقى cultural رقم بي، لأن الاسم لازم يجي قبل منه صفة، يبقى رقم بي. cultured مثقف، لكن صفة cultural، وكالتشرالي بطريقة ثقافية دي الحال بتاعها، وكالتشر الثقافة الاسم. 62، we should unite، يجب ان نتحد، to save نقط زي نقط wild life، عشان ننقذ الحياة البرية all around the world، الحياة البرية اللي ايه، المنقرضة، الحياة البرية المنقرضة، المنقرضة يعني endangered. يبقى رقم سي endangered يعني منقرض او في خطر. كلمة دراجون معناها تنين، dangerous خطير، ودنجر خطر. 63، محمد صلاح سكيلز، مهارات محمد صلاح منها، نقط him to score goals، عايز يقول تمكنه، عندك كلمة تو اهي اللي بيجي مع تو، تمكنه، عايز يقول تمكنه. يبقى enable، enable to، رقم A، enable to. طيب ليه ما خدتش able؟ able عايزة تو ورا منها على طول، يبقى able to، انما في هنا him، يبقى enable him to، تمكنه ان، انما لما كانش فيهم كنا قلنا ايبل تو، قادر على طول. وكيبل عايزه اوف، كيبل اوف، كيبل اوف. 64، اي هوب اي هاف، اتمنى ان انا ايه، ذا رايت ديسيجن، كلمه طبعا عندك كلمه ديسيجن اهي اللي هي قرار، بيجي معاها كلمه ميد، ميد ديسيجن رقم بي. 65، one of the نقط of the kidneys، kidneys معناها الكلية، is to purify، تنقية the blood، الدم. يبقى عايز يقول احد وظائف، كلمة وظائف يعني functions رقم دي. hobbies هوايات، وinterests اهتمامات، وtraditions تقاليد. ستة وستين، the word not means that you are able to speak، انت قادر تكون تتكلم على two languages، تتكلم لغتين فلنت بطلاقة، يبقى ده ايه، لغتين، يبقى bilingual رقم بي، تتحدث لغتين. multilingual متعدد اللغات، و multicultural متعدد الثقافات، و multicolor متعدد الالوان. 67، he ignored، هو تجاهل، all the no smoking، كل ايه، نو سموكينج اند ليت اب ا سيجرت، ولع سيجاره. طبعا هو تجاهل كل العلامات او اللوحات، ولع سيجاره، يبقى ساين، ساينز رقم ايه، رقم ايه ساينز اللي هي علامات. طيب مال سينز اللي في رقم بي معناها ذنوب، ادفانتج معناها مزايا. طيب ميريتس
ميريتس معناها مميزات، معناها مميزات. يبقى الإجابة رقم إيه؟ 68 she speaks، هي بتتحدث إيه؟ نقط and idiomatic English، idiomatic يعني ضمني، اللغة الضمنية. idiomatic معناها اللغة الضمنية. طيب يبقى هي بتتحدث إيه؟ فلانت، طلاقة، فلانت طليق. رقم سي، طيب انا عندي الانجليش الاسم وايديوماتيك ده صفة، واللي قبل اند لازم يبقى صفة برضو، يبقى فلان صفة عشان كلمة اند، وبعدين ايديوماتيك صفة، وبعدين كلمة انجليش. 69 find something you are not about and keep tremendously interested in it. كلمة tremendously دي معناها هائل، بطريقة هائلة، بطريقة هائلة. طيب معناها ايه بقى؟ عايز يقول find something، اوجد شيء انت شغوف بيه. يبقى عندك كلمة about، يبقى هتاخد كلمة passionate، شغوف، passionate about يعني شغوف بيه. يبقى رقم سي. طيب اكسبنشن تمدد، وبيشن معناها عاطفة، وبنشن اللي في رقم دي معناها بنسيون او سن التقاعد او احال للمعاش. رقم 70 بيقول لي I have been not to find a career that I love. انا يعني عايز، انا كنت ايه، انا كنت محظوظ، فورشنيت، محظوظ ان انا اجد المهنة اللي انا بحبها. يبقى فورشنيت رقم دي. واحد وسبعين if you handle it this way، عايز يقول لك إيه إذا تعاملت مع هذا الأمر بهذه الطريقة it will not a big difference. طيب difference تاخد قبلها كلمة إيه؟ كلمة make difference، يعمل اختلافات. برقم بي 72 if you need any help، لو أنت محتاج أي مساعدة نقط me please، عايز يقول لك contact me please، اتصل بيا من فضلك. ده مصطلح على بعضه، contact me please. برقم دي 73 all people، كل الناس know that he has always been a not businessman. businessman ده اسم، عايز صفة قبل منه، عايز صفة قبل منه يبقى successful. يبقى رقم B دي الصفة. 'mal succeeding اللي في رقم D دي معناها ايه؟ معناها تالي او لاحق، وsuccess معناها النجاح، وsucceed ناجح أو ينجح. 74 the price of the computer، سعر الكمبيوتر نقط 500 دولار worth of free software. الجملة دي معناها ايه؟ بيقول لي سعر الكمبيوتر يتضمن 500 دولار من البرمجيات الحرة. طيب عايز كلمة يتضمن، يتضمن يبقى include. برقم دي انكلود يتضمن، انكلوز يرفق، وكونكلود يستنتج او يختم، كونتين يحتوي على. خمسة وسبعين بتقول لي she was not that sooner or later she would fulfill her destiny. معنى الجملة ايه؟ بتقول لك هي كانت مقتنعة انها عاجلا ام اجلا ستحقق مصيرها. destiny معناها مصير، وفولفول معناها تحقق. طيب وعاجلا ام اجلا sooner or later، يبقى هي كانت مقتنعة. كلمة مقتنع يعني convinced. رقم دي
اتند يحضر، وديد كلمة ديد معناها ميت أو معطل. خد بالك من المعاني التانية، يعني ديد معروف إن هي ميت لكن لها معنى تاني معناها معطل، وإن دينجرد معناها معرض للخطر أو معرض للانقراض. ستة وسبعين، would you not hear novel as serious literature or as mere entertainment؟ كلمة مير معناها فقط، مير معناها فقط. طيب هو هنا هو بيقول لك ايه، هل انت صنفت رواياتها كأدب جاد او مجرد متعة؟ يبقى عايز كلمة يصنف، يصنف اللي هي كلاسيفاي رقم بي هي الإجابة الصحيحة. كونفينس يقنع، وبيري يدفن، وريز يربي أو يرتفع. 77، عمان is the world's not Arabian country. طيب عايز يقول لهجة العالم العربي، يبقى ديالكت رقم ايه؟ لهجة العالم العربي يبقى ديالكت رقم ايه؟ امال بقى فورمالي رسميا طبعا، وايسترن موست، كلمة ايسترن موست معناها اقصى الشرق، وماذر تانج اللغة الام. 78، شي اكيوزد ذا اي اوف كوربشن، وعايز يقول هي اتهمت المسؤول بالفساد. كلمة المسؤول يعني اوفيشال رقم سي، اوفيشال ده مسؤول، يبقى رقم سي الإجابة الصحيحة. شوف ستيكس عصا الأكل في الأكلات الصينية، وأوفشلي رسميا، ودينجر خطر. 79، they haven't not announced their engagement yet، هي لم تعلن رسميا عن الخطوبة بتاعتها. كلمة engagement معناها الخطوبة، عايز كلمة رسميا، أنصد عايز حال قبلها، عايز حال قبلها، يبقى فورمالي ورقم سي حال وبعدين تصريف تالت. طيب 80، the writer not living in سنغافورة، اللي هي سنغافورة يعني، he studied has studied and worked in the US، يعني اشتغل في أمريكا أو الولايات المتحدة. يو اس اي هي امريكا، ويو اس برضه هي امريكا. طيب عايز يقول الكاتب المغترب، الكاتب المغترب يبقى اكسبيتريت، اكسبيتريت المغترب رقم دي. ماله بقى الكاتب ده؟ ليفنج بيعيش في سنغافورة. 81، ذا تريب هاز بين، الرحلة كانت ايه؟ تو انكلود ا فيو اذر ايفنتس، ايفنتس احداث. الرحلة كانت مالها؟ امتدت، امتدت لتشمل احداث، يبقى اكستندد امتدت، يبقى رقم دي. كانسل اتلغت، واكستراكت يعني انقررت، وضايد يعني ماتت. 82، نوت تلفزيون هاز بوث ادفانتج اند ديس ادفانتج، التلفزيون له عيوب مزايا ادفانتج وديس ادفانتج عيوب. طيب ايه اللي هيجي بقى في رقم 82؟ ايه اللي هيجي في الاول كده؟ طبعا بيجي الحال اوبفيسلي، من الواضح يبقى الحال هو اللي بيجي في اول الجمله. 83، This is one of the many problems، ده مشكله من احد المشاكل العديده، not by working mothers. Working mothers معناها الامهات العاملات، مش عمل الام، معناها الامهات العاملات، يعني تواجه هذه احد المشاكل التي تواجه الامهات العاملات. يبقى كلمه تواجه يعني فيزد رقم ايه، وبيكد يعني خبز، وتندي يعني يميل، يبقى احنا عندنا فيز.
84 the نقط of the employee employees، كلمة employees معناها الموظفين. طيب وذا واوف يبقى احنا عايزين هنا اسم، عايزين هنا اسم. طيب بين ذا وبين اوف احنا عايزين اسم. اوف ذا امبوليز هاف يونيفرسيتي ديجريز، عايز يقول ان غالبية الموظفين عندهم درجات جامعية، يبقى غالبية او معظم يبقى ماجوريتي. رقم سي الاجابة الصحيحة. 86 my grandmother جدتي has a strong، لها تأثير ايه قوي on early childhood، on my early childhood على طفولتي الاولى، يبقى has a strong ايه، احنا عايزين كلمة تأثير، يبقى has a strong ايه. strong influence تأثير، يبقى رقم ايه. طبعا انفلونسد متأثر او اثر، انفلونزا انفلونسر المؤثر. 87 tough days don't نقط tough people do، معناها ايه؟ معناها الايام الصعبة لا تدوم، الناس الاقوياء يفعلون. عايز الايام الصعبة لا تدوم، يبقى don't last، last معناها يستمر، يبقى رقم سي. 88 one of the نقط of، انه اتفقنا ان ذا واوف بيجي قبله بيجي ما بينهم الاسم. traveling by train is being able to read، يبقى هو عايز يقول احد المزايا، احد المزايا للسفر بالقطار ان انت تعرف ايه تقرا. طيب فين المزايا؟ كلمة advantage مزايا رقم دي. advertisement اعلانات، وديميرتس عيوب، وشيمفولنس معناها الخجل، كلمة شيمفولنس معناها الخجل. 89 could you not a good restaurant near here، يعني عايز يقول لي ممكن ترشح لي مطعم قريب من هنا، يبقى recommend رقم دي. 90 we grow up in the نقط surrounded by the beauties of nature، عايز يقول احنا كبرنا او نمينا في ايه، محاطة بجمال الطبيعة، في كانتري سايد طبعا الريف. رقم ايه فيستيفال مهرجان وهزبة المستشفى وكونتراري على العكس او على النقيض. 91 the only piece of نقط he has in his bedroom is a bed، عايز يقول قطعة الأساس الوحيدة اللي موجودة في حجرة النوم بتاعته هو السرير، يبقى فرنيتشر الأساس رقم ايه. 92 هي سانك زيم، هو شكرهم فور ذا اكسترا اوردينري نقط زي هاد شون، هو عايز يقول الكرم الغير عادي اللي هم بينوه، يبقى جينيروسيتي الكرم، كلمة اكسترا اوردينري غير عادي، ورقم سي هي الإجابة الصحيحة. 93 بيقول لي this نقط has deeply impacted، أثرت بعمق السوشيال لايف في الحياة الاجتماعية of poor families العائلات الفقيرة. عندي رقم A mother tongue اللغة الأم، رقم B home sick الحنين للوطن، رقم C initial معناها بدائي، رقم D initiative معناها مبادرة أو تمهيدي. طبعا المبادرة أثرت، يبقى هي رقم دي المبادرة، يبقى الإجابة رقم دي initiative.
94 not and tastes often often evoke. كلمة evoke معناها يستحضر ذكريات من الماضي. evoke معناها يستحضر ذكريات من الماضي. evoke memories تستحضر ذكريات من الماضي. دي ايه بقى؟ دي طبعا smells رقم بي الروائح والمذاقات. يبقى smells رقم بي. كلمة shells يعني أصداف وهيل جمع شل أصداف جمع صدفة وهيلز تلال وماسكس أقنعة. 95 the not supplies electrical components for cars. كلمة electrical components معناها المكونات الكهربائية. يبقى هو عايز ايه؟ عايز المصنع factory. المصنع بيزود بالمكونات الكهربائية للعربيات دي. يبقى رقم سي factory. كلمة funeral معناها جنائزي. example مثال وبرين مخ. 96 I pulled انا شديت زبلانت النبات up لأعلى by A بالروتس بتاعته بالجذور رقم A الجذور. سبعة وتسعين people not confuse bad decisions with bad with bad luck. طبعا الناس ايه؟ الناس بيميلوا ان هم يربقوا يعني يربطوا القرارات بالحظ السيء. يبقى تنت رقم بي. بند يعني يسني وبيري يدفن وديسايد يعني يقرر. ثمانية وتسعين several passages قطع عديدة او نصوص عديدة from the book من الكتاب were printed تم طبعها in a not newspaper before it was published قبل ما تتنشر. عايز يقول في الجريدة الجريدة كده ده اسم يبقى عايز الصفة بتاعته يبقى national في الجريدة القومية. يبقى رقم C fortunate لحسن الحظ فلونت طليق وبلينجوال ثنائي اللغة. 99 I found the نقط of قلت the والنقط والاوف يبقى هو عايز اسم. وفي his book very interesting ممتعة جدا. يبقى انا وجدت ايه؟ وجدت الكونكلوجن الخاتمة رقم سي الخاتمة او النهاية. كلمة بروفيشن مهنة الناس المرض جنرسيتي الكرم. رقم 100 the country has a total A of 65 مليون. طيب يبقى ده ايه؟ has a total A population سكان population سكان رقم A pollution التلوث فرنتشر اساس جنرسيتي الكرم. 101 the word not means able to speak a number of language يتكلم عدد من اللغات. يبقى ده ايه؟ ده مالتي لينجوال رقم سي متعدد اللغات. مالتي كاتشر متعدد الثقافات بلينجوال لغتين. مالتي كالر متعدد الالوان. مية واتنين if you are نقط لو انت ايه نقط. طبعا ار فيرب تو بي عايز صفه بعد منه. لو انت ايه نقط يو ار ايبل تو سبيك لانجويج فيري ويل تتكلم اللغه كويس يبقى ده طلاقه يبقى فلانت طليق رقم ايه. طيب تانج تايدد معناها معقود اللسان او متلعثم. فويس ليس بلا صوت وفولس خطا. 103 we are we will make our A سوف نصنع our A and contact the people involved ونتصل بالناس المشتركين المتورطين الاشخاص المتورطين. people involved معناها الاشخاص المتورطين. يبقى decision نصنع decision. make بتاخد كلمة decision. make ده هي يجي معاها كلمة decision ده هي رقم C. 104
ذا سبرينج الربيع، كلمة سبرينج معناها ربيع أو ينبوع مية. مي ماركس ذا بيجينينج اوف ذا تشاينيز لونر نيو يير، السنة القمرية الجديدة في الصين. طيب يبقى ده ايه؟ ده فيستيفال مهرجان رقم بي. انسيسترز يعني اجداد، وتينيجر مراهق، وجفرنمنت الحكومة. 105 ذا نقط سيتس اب انشات اكسبيرمنتس تجارب تو تيست ذا، علشان تختبر هايبوثيسس. اختبر الهايبوثيسس ده مين؟ ده اللي هيعمل اكسبيرمنتس تجارب في المعمل، يبقى ده الريسيرشر الباحث رقم بي. كلمة بيجر اللي في رقم دي معناها متسول. 106 بيقول لك ذا نيو مانجر المدير الجديد was chosen، تم اختياره to not the company at the conference، علشان يمثل الشركة في المؤتمر، يبقى represent يمثل رقم A. raise your ربي وستيك يلصق وبيري يدفن. 107 ذا وورد نقط مينز مور باورفول، معناها قوة أكثر، نوتسيبل انفلونس تأثير ملحوظ، يبقى ده إيه؟ ده كلمة دوميننت مهيمن رقم سي. تمبروري مؤقت، ودومين معناها الهيمنة والسيطرة، وديب سليب نوم عميق. 108 when I have children، عندما عندي أطفال، I would like to not them to speak different language، أنا عايز أربيهم على أنهم يتكلموا لغات مختلفة، يبقى raise رقم C معناها يربي. neglect معناها يهمل، وrisk معناها يخاطر، وdecide يصمم على. 109 he told some، وأخبر بعض إيه؟ not tales، تيلز حكايات، ده اسم عايز قبل منه صفة. about his life in India، عن حياته في الهند، يبقى أخبر عن، أنا عايز صفة. فين الصفة؟ fascinating رقم D، fascinating tales. fascinated ده الشخص اللي اتأثر بالصفة، إنما الحكايات هي الساحرة المؤثرة، يعني ده الشيء المسبب بياخد الـ ING، المسبب في الصفة بياخد الـ ING، لكن المتسبب أو اللي حصل على الصفة بياخد الـ ED. بعد كده عندنا 110 110 بتقول لي there is a full not of activities for children، فور تشيلدرن عايز يقول مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الأنشطة معناها رينج اوف اكتيفيتيز، يبقى أنا عندي كلمة رينج رقم سي. رينج اوف اكتيفيتيز معناها مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الأنشطة. أمال رينجر رقم ايه؟ معناها حارس. 111 ذا دايركتور المخرج او المدير تندس تو استابليش، بيميل ان هو ينشئ هيز ايه ان ذا بيست جوبس، استابليش يعني ينشئ او يقيم الريليتيفز الاقارب بتوعه في الوظيفه في الوظائف المهمه، يبقى ريليتيفز يعني يحط اقاربه في وظائف في افضل الوظائف، يبقى ريليتيفز. انسيسترز اجداد، ومذر تانج اللغه الام، وتراديشنز تقاليد. 112 for people in some countries، الناس في معظم الدول، في بعض الدول، learning a new language، تعلم اللغة جديدة، is a not decision to make. يبقى ده ايه؟ dominant سائد او مهيمن، يبقى رقم ايه؟ طيب هيومر معناها فكاهة، ودومينين دومين
معناها الهيمنة أو السيطرة، وبولوتينج معناها ملوث. 113 readers القراء always pay for pay more نقط. طبعا pay بتاخد كلمة pay ده اهي، بتاخد كلمة attention رقم دي يعني يعطي اهتمام. to the headlines للعناوين. 114 kindness kindness اللطف is the نقط that the deaf can hear and the dumb understand. كلمة دم معناها أبكم، كلمة دم معناها أبكم. ديبتس معناها ديبتس اللي في 113 معناها ديون، كلمة دم معناها أبكم اللي في 114. يبقى كايندنس هو إيه؟ هو اللغة التي الأصم يقدر يستطيع ان هو يسمع والابكم يفهم، يبقى لغة، يبقى language. رقم ايه؟ 115 he always seemed very self controlled. هو دائما بيبدو عليه ان هو بيتحكم في نفسه. so I was not by his sudden outburst in the office. طيب I was ايه؟ انا ايه؟ was ايه؟ was amazed اندهشت. was عايزة صفة بعدها يبقى amazed اندهشت. انا اندهشت بسبب outburst. كلمة outburst معناها انفجار. 116 the نقط of the of عايزة اسم of the city never fail to impress foreign tourists. the sites of the city sites معالم. site كلمة sites معالم رقم دي. ساي اللي في رقم سي معناها يتنهد، وريليتيفز أقارب، وتيرز دموع. 117 not that you have just won a million pounds. عايز يقول تخيل ان انت كسبت مليون جنيه. What will you do with them؟ هتعمل بيهم ايه؟ كلمة تخيل يبقى imagine رقم C. 118 he has extracted a great many. هو استخرج ايه؟ كثير. from the grammar book من كتاب الجرامر. استخرج examples امثلة رقم ايه؟ 119 علي سكول has signs in three different languages. مدرسة علي فيها علامات أو يفط بثلاث لغات. يبقى المدرسة دي مالها؟ المدرسة دي مالتي لينجوال لأن ثلاث لغات. يبقى رقم C. 100 نموذجية وكومنلي شائع وتايب رايتر آلة كاتبه. 121 120 120 an 8-hour working day is still not for many people. العمل 8 ساعات ده ما زال ايه؟ شائع ما بين الناس. يبقى ما زال ايه؟ ما زال تيبيكال نموذجي بين النموذجي لناس كتير. عمل 8 ساعات يوم، عمل 8 ساعات ما زال نموذجي او نمطي لناس كتير. يبقى تيبيكال معناها نمطي او نموذجي. يبقى رقم ايه؟
كومنلي شائع. احنا عايزين بعد از ستيل عايزين صفه، يبقى تيبيكال، مش عايزين حال. مالتي لينجوال متعدد اللغات، طب رايتها الكاتبه برضه. طيب 121 هي ليفت ذا تيتشنج، وترك التدريس. عايز يقول هو ترك مهنه التدريس، يبقى بروفيشن رقم بي مهنه. كلمه كونكلوجيا معناها خاتمه. 122 بينج ويز ايه، كونك ايه ومع ايه، اند فريندز والاصدقاء. نوت نيسيسيرلي سولف ذس فيلينج، مش هيحل الشعور بالوحده، يبقى مع الاصدقاء والنظراء. كلمه نظراء معناها بيرز رقم سي، نظراء او رفقاء او الاقران. اللي في رقم A بيرز معناها دب او يتحمل، وبيرز اللي في رقم B معناها كمترة، وشابتر معناها فصل من قصة. مية تلاتة وعشرين كاركترستكس الصفات او المميزات، which can be used to show، بتستخدمها علشان تبين ذات ابيرسون ان الشخص ده is unique فريد and like no one else، ومش زي اي حد تاني. cold دي تسمى ايه؟ تسمى identity. identity معناها الهوية، هوية الشخص، يبقى رقم C. identity معناها هوية او مطابقة او تماثل. 124 I can't stand، كلمة I can't stand معناها لا أتحمل أو لا أطيق، لا أتحمل أو لا أطيق. قبل كلمة I can't stand في رقم A بيقول لي دانيال، دانيال دي معناها رفض أو إنكار. I can't stand دي معناها لا أطيق أو لا أتحمل. people الناس with no sense اللي ما عندهمش إحساس، إيه إحساس بالهيومر، هيومر الفكاهة، يبقى رقم B. وفيلر معناها الفشل. 125 I can't evaluate his نقط without seeing his work، بدون انا مش هقدر اقدر قدرته بدون ما ارى عمله، يبقى عايز كلمة قدرة. his ايه؟ his عايز اسم بعدها، يبقى ability قدرة رقم دي. 126 our نقط vary from place to place، ايه بيتنوع من بيختلف من مكان لمكان، طبعا كاستمز العادات رقم دي. طيب اما كلمة اوبليستيك اوبليسك، اوبليسك معناها مسلة، اللي في رقم ايه معناها مسلة. 127 both language كل من اللغتين are so نقط in me that I couldn't imagine speaking only one، مش قادر اتخيل ان انا اتكلم واحدة بس، يبقى كل من اللغتين مالها deep seated متأصل، كلمة deep seated معناها متأصل، يبقى رقم B. مومنتاري معناها لحظي، وتمبروري معناها مؤقت، وديبريزد معناها مكتئب. 128 ماي سكرتري السكرتيره بتاعتي، والفون يو هتصل بيك، تو نقط ا ميتنج، علشان طبعا ايه الرينج، ترتب الاجتماع، يبقى الرينج رقم بي. كلمه كلير كات معناها واضح او ظاهر، وفيس يواجه وجه. 129 انجر، انجر الغضب، كلمة انجر معناها الغضب. is often caused by frustration، كلمة frustration معناها احباط، or embarrassment، embarrassment معناها ارتباك او حيرة او احراج، or a knot of the two او باحداهما. يبقى هو عايز يقول لك ان الغضب بينتج عن خليط من
ينتج عن الاحباط او الارتباك او خليط منهما، يبقى ميكسشر رقم سي خليط. طيب باشونيت معناه متشوق شغوف، ومالتي كالتشر متعدد الثقافات وبلينجوال ثنائي اللغه. 130 the hole in your trouser، الفتحة اللي في البنطلون بتاعك. is not a is not noticeable، ليست ملحوظة. noticeable يتم ملاحظتها، يبقى رقم A. diary مفكرة وبيلينجوال ثنائي اللغة والبالانسد متزن جيدا. مية واحد وثلاثين when you go to a Chinese restaurant، لما تروح مطعم صيني you have to، يجب عليك ان انت use تستخدم ايه instead of a knife and fork، بدلا من السكينة والشوكة تستخدم ايه، تستخدم chopsticks. chopsticks رقم بي معناها ايه chopsticks دي؟ معناها عصيان للاكل للاكل الصيني، عصيان للاكل الصيني، بيأكلوا بالعصيان او عيدان. طيب كلمة شوبستيكس اللي في رقم ايه، شوبستيكس معناها عصا الورشة. وكلمة شوبر اللي في رقم سي معناها سطور او مفرمة. وكلمة شوبر اللي في رقم دي معناها المتسوق، الشخص اللي بتسوق. 132 ميني سينجس كثير من الاشياء ليفت باي ذا انشنت ايجيبشن، تم تركيبها بواسطه المصريين القدماء. ان اي هاف بين بروت تو لايت، تم استخراجها للنور للضوء. دول كانت فين؟ كانت في المقابر تومبس. برقم اي تونز نغمات، كلمه تونز نغمات. 133 The streets were flagged، الشوارع كانت مزينة بالأعلام، تم تزيينها بالأعلام. تو نقط. The winning of the Egyptian team، للاحتفال بالفريق المصري، فوز الفريق المصري. يبقى تو سيليبريت، لتحتفل. يبقى رقم A. Spoil معناها يفسد، وديفيت معناها يهزم، وستيك معناها يلصق. 134 The state announced، الدولة اعلنت. نقط بوليسي، سياسة واضحة، عايز يقول سياسة واضحة. and set out وانطلقت، set out معناها انطلق. to carry او يبدأ رحلة، to carry it through خلالها، وتنفذ خلالها. يبقى عايز يقول سياسة واضحة، يبقى clear cut رقم C. مية خمسة وثلاثين it is time to not our differences and be friends again، يعني عايز يقول ان احنا ده الوقت اللي احنا نتشن فيه خلافاتنا ونبقى اصدقاء مرة اخرى، يبقى بيري يدفن رقم ايه. مية ستة وثلاثين his name seems not to me، عايز يقول ان اسمه مألوف بالنسبة لي. كلمة seem من الافعال اللي بيجي بعدها الصفة، يبقى familiar مألوف رقم دي. obelisk معناها مسلة. 137 I play in a football team، انا لعبت في فريق كرة القدم. which include six different nationalities، وبيشتمل على ست جنسيات مختلفة. it is not، هو ايه؟ هو طبعا الفريق كده يبقى متعدد الثقافات، من جنسيات مختلفة متعدد الثقافات، يبقى multi cultural رقم ايه؟ متعدد الثقافات. 138 my grandmother جدي وما جدتي says our past has a big influence on our national A، بتقول ان الماضي بتاعنا
كان له تأثير على ايه القومي. على identity، identity الهوية، يبقى رقم سي 149 139 parents الآباء transmit بينقلوا some of their a to their children بعض الصفات لأبنائهم، يبقى characteristics صفات أو مميزات رقم A. مية واربعين زفوتو الصور برود باك سام واندرفول جلبت لنا بعض ايه الرائع، الصور جلبت لنا ميموريز ذكريات رائعة، يبقى رقم ايه. مية واحد واربعين I didn't know at the meeting owing to the headache، انا مش هحضر الاجتماع بسبب الايه، بسبب الصداع، بسبب الصداع. يبقى عايز كلمة attend يحضر رقم سي. كلمة focus اللي في رقم دي معناها يركز على، attempt يحاول، raise يربي او يرفع. 142 our neighbor الجار بتاعنا speaks three languages يتكلم ثلاث لغات but العربي بتاعته اللغة العربية بتاعته is not his language، هي ايه، هي المذر تانج اللغة الام رقم دي. 143 to say little عشان تقول قليل and not much is the characteristic of great minds. 5. يبقى عشان تقول كتير صمم او قرر ماتش از وديسايد رقم دي. بيرفورم يعني ينجز او يؤدي، وتندي يميل، وسميل يشم. 144 محمد صلاح فاوند هيم سيلف وجد نفسه نوت سراوندد باي سكريمينج فانز بصراخ الجماهير، فانز يعني الجماهير او مشجعين، يبقى بوبولار وجد نفسه محبوب، بوبولار محبوب رقم سي. 145 I am in a rather not position، rather not position، rather unique position مكان فريد، مكانة فريدة، يبقى unique رقم سي. 146 the most not of this معظم ايه وهذه لهذه ماندرين، ماندرين معناها اللغة الصينية الشمالية، with about حوالي 800 مليون سبيكرز، مليون سبيكرز، 800 مليون سبيكرز، يعني اللغة الشمالية بتتكلم ب 800 شخص، 800 مليون شخص، يبقى widely spoken، widely spoken يتحدث بها على نطاق واسع. 147 the not elections عايز يقول الانتخابات will be next month هتكون الشهر القادم، يعني عايز يقول ان انتخابات الحكومة government رقم دي. 148 you shouldn't sell cigarettes لا يجب ان تبيع السجاير to under age تحت ايه، عايز يقول للاطفال او المراهقين اللي تحت سن، اللي تحت سن المراهقة، يبقى تينيجر مراهقة، تينيجر سن المراهقة أو المراهقين. انسيسترز الأجداد، وكاركترستكس الصفات والمميزات، وتراديشنز التقاليد.
149 هي از ذا نقط اوف، قلت ذا واوف يبقى عايزه اس بوكس اون فرنش هيستوري، يبقى هو الاوثر مؤلف رقم دي. بام ريدر معناها قارئ اليد، قارئ اليد او قارئ الكف. اوثورتي معناها السلطة. 150 if your mother، لو مامتك speaks German تتكلم الماني، and your father speaks Arabic وابوك بيتكلم عربي، you are probably، انت من المحتمل تكون ايه؟ ثنائي اللغة طبعا، bilingual. اخر سؤال تنانتس. تنانتس معناها المستأجرين. ما لهم المستأجرين؟ are obligated to، تم الزامهم ان هم يدفعوا ايه on time، يدفعوا طبعا الايجار rent، يدفعوا الايجار rent رقم بي. كلمة mental في رقم ايه معناها نعناع. وبكده نكون خلصنا كلمات الوحدة الحداشر من كتاب جاينتس العمالقة. وما تنساش طبعا تعمل لايك واشتراك وتكتب تعليق لو في اي ملحوظة. واذا كنت استفدت من الفيديو اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.